السلام عليكم ورحمة الله. انتبهت لواحد المعلق، درت فيديو على المذاق بينك وبين الحمولة كيف تحسبها. وكنت أنا أعمل في واحد المكان، وكان المدى تاعي بيني وبين ديك الحمولة 1 أمتار، وتكلمت أنا الفيديو قلت يجب أن تقدر مذاق بينك وبين الحمولة، تقدرها بعينك أو بمتر، تحسبها بالمتر ديكامتر أو تحسبها، مهم تحسبها تقدرها وتعرف وزن القطعة اللي راح تحملها. هو كتب لي في التعليق، كتب لي مفروض، قال لي هو من المفروض راه يوجد في جدول الحمولة تاع الرافعة يوجد مدى تنزل السهم وتحسبها. هي حقيقة يوجد في الرافعة مدى وتحسبها، لكن نفترض مثال، أنا راني الآن جابوني باش نحمل واحد القطعة، راها وين هذيك القطعة؟ تخيل معي أنت هذيك القطعة، مثال هذيك راه فيها حوالي 6 طن. تخيل مثال أنت ما تحسبش المدى وتقول في نفسك باللي نحسبه بالرافعة، على بالك خاصة الرافعات الكبار، لكي تحضر نفسك ومثال وتكون في جاهزية للعمل على الأقل هذه على الأقل، لا على الأقل نصف ساعة، هذه على الأقل، وعلى الأكثر ممكن ساعة، ممكن ساعة على الأكثر. بعد ذلك تخرج التلسكوب وتحسبها، تخرج التلسكوب وتحسب المسافة، مثال تجدها مثال لا تحمل لك، تعاود من جديد تدخل التلسكوب وتدخل الأرجل. المهم العملية بين إدخال وإخراج حوالي ساعة على الأقل حوالي ساعة و10 دقائق مثال. هذه إذا كانت أماكن أكثر من 10 دقائق، ساعة و10 دقائق، متأكد بلي ممكن حتى لساعة ونصف. هنا العمال يلاحظوا، خاصة يلاحظوك باللي مبتدئ، يعرفوك باللي إنسان كما نقولوا هنا مبتدئ، ويلاحظوك ويدوا عليك ملاحظة، مثال ترك حضرت نفسك، من بعد فتالي تقول لهم لا أستطيع، لأنك أردت أن تحسب المدى بالرافعة. هي حقيقة تستطيع أن تحسبه بالرافعة، لكن لا تستطيع كل العمليات تحسبه بالرافعة، لا تستطيع. هم المهندسين المدى جعلوا هذا جدول الحمولة، لو يعرفون ذاك الشيء يستغنون عن جدول الحمولة. المهم جدول الحمولة راه خاص بهذه الأشياء، أنت تقدر المسافة، كما أنا الآن راني قدرت المسافة ذيك 15 متر وزدت حوالي متر من عندي، أنا حسبتها برجلي، جعلت هذه. تخيل معي هذا راه الدوران تاع الروتاسيون، الوسط تاعو وسط تاع، تبدأ تحسب برجلك حتى وسط المفل، أين يصل وسط المفل تقدرها بالتقريب على الأكثر ولا على الأقل، 1 متر زايد أو 1 متر ناقص لا يهم. وجدتها حوالي 16 متر، وقالوا لي العمال القطعة فيها 6 طن، أنا جيت حتى هنا على 16 متر، أنا جعلتها 18 بحثت، وجدت أني أستطيع أن أحمل، تعطيني كم من سهم أستطيع أن أحمل فوق 6 طن بهالطريقة فقط. هذه طريقة سهلة لتعرف الحمولة تاعك. يوجد عمليات رفع كبيرة، رافعات كبيرة، تأكد أنهم أنت لا دخل لك في المدى، ما لا دخل في أي شيء، أنت تأتي وهم يجعلون لك علامة في الأرض بالطلاء، علامة بالأرض، يقولون لك اجعل مركز الروتاسيون في هذا المكان، يجعلونك بالطلاء هكذا، يقول اجعل في هذا المكان. لماذا؟ لأنهم هم مثال البارحة حضروا أنفسهم وجعلوا مخطط حمولة، في ذلك المخطط الحمولة رغم داروا جميع الاحتمالات، داروا من أين تحمل، أين تدور، أين المدى تاعك، كم الوزن، داروا كل شيء، كل التخطيط، خاصة خاصة الرافعات الكبار من 300 طن فما فوق، 200 طن، 150 طن، ممكن لا يجعل، هم يجعلون مخطط لكن لا يكون بتلك الأهمية تاع 300 طن و 400 طن فما فوق. الرافعات الصغار تستطيع أن تستغني عن مخطط الحمولة، أنت راك ما تديروش مخطط الحمولة، راهم يديروه تقنيين خاصين يديروا هذا مخطط الحمولة، ومن بعد ذلك يقولوا لك أين تتوقف. هو قال لي مفروض أن الرافعة تخرج التلسكوب وهو يعطيك المدى، هذه الحالة وحيدة، لأنك مثال نقول احنا راك متوقف هنا،
وراك مخرج الارجل وراك تعمل، وكنت تعمل في هذه القطعه بكل راحه. ومن بعد العمال اتوا وبداوا ارادوا ان يوريك مكان اخر للعمل في نفس المكان اللي راك انت فيه. مثال قالك احمل لي ذلك السلم، انت تقول لهم كم فيها وزن، يقول لك مثال 3 طن، تخرج التلسكوب في نفس المكان اللي راك فيه، تخرج التلسكوب وترى المدى، ثم تجي تقرا هنا في الجدول الحموله مثال 22 متر مثال ولا 30 متر، تبدا تقرا في جدول الحموله. هذه الطريقه السهله اللي كنت انت تتكلم عليها. اما بخصوصي انا، الفيديو ذاك اللي جعلته كنت احمل في واحد العوارض فيهم 45 طن انا واحد صديق، كيف قدرنا مسافه الحموله؟ قدرناها بالارجل، وقدرناها بالارجل خطوه 2 3 4، اتذكر اني 8 خطوات، زدت انا خطوه واحده، زدت خطوه واحده، ثم دخلت في جدول الحموله ووجدت اني استطيع ان احمل، لانك ان توقفت راك توقف مره واحده فقط لكي لا تتعب نفسك ولا تتعب العمال. ذاك اليوم كانت يوم ممطر وكانوا الالواح فيهم الماء، وتخيل معي انك تخرج التلسكوب بعد ما خرجت الالواح ونظمت نفسك وخرجت التلسكوب بعد ذلك، انت ياتي الخطا منك انت، بكل اختصار ياتي الخطا منك انت ليس من العمال، تقول لهم لا استطيع ان احمل، هم في نفسهم يقولون لك لماذا لم تحضر نفسك من اليوم من الدقيقه الاولى. المهم هذه تاع اماكن توقف راها اكثر من نصف العمل في الرافعه، وهاد الاخطاء رانا وقعنا فيها احنا، تاع تتوقف من بعد تخرج التلسكوب سهم من داري، ثم تقول لهم لا استطيع، ثم تجمع كل التلسكوب ثم تغير مكانك. راه كم من مره نقع فيها، حتى الحمد لله مع مرور الوقت ولحد الان رانا من حين لاخر نخطا. المهم لكي لا اطيل عليكم، تستطيع ان تقدر مسافه الحموله، مسافه مداك بينك وبين الرافعه بالتقريب، والقطع كل القطع اللي راهم يحملوهم فيهم وزن، راهم فيهم وزن، اي قطعه تاتي راه فيها وزن، فيها الوزن الصافي والوزن الغير صافي. مثال يكون صندوق تاع الواح وفيه القطعه، راهم يقولوا لك كم في القطعه، كم القطعه كم فيها، ووزن صافي كم وغير صافي كم، انت تجعل حسابك. بعد ذلك يبقى لك وزن الموفل، وزن الكابل كذلك تجعله في الحسابات، وان شاء الله مع مرور الوقت بمهل 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 تتعلم هاد الاشياء. رانا احنا تعلمناها مع مرور الوقت، مع مرور الوقت راك ما تنجمش تعرف هاد الاشياء. مثال انت راك مبتدئ ما تنجمش تعرف من الدقيقه الاولى تعرف كل شيء، راك مع مرور الوقت كل مره كل مره كل مره كل مره حتى تجد نفسك تعلمت. وبالمناسبه تكلم على واحد المعلق كتب لي في، كنت اجعل فيديو على اشارات تاع الصعود والنزول، قال لي انا راه عندي خبره اكثر من 12 سنه، الى اكثر من 12 سنه، اكتب لي في التعليق من الاسفل اكبر، اظن انه كتب لي اكبر، انا ما فهمتش التعليق تاعو، ينتقد فيا والله يشجع فيا والله ماني عارف، قال لي اكتب لي اكبر، معناتها انا حتى على حسب فهمي معناتها فوت هاد الحوايج فوتهم. انا راني دائما نقول هاد الفيديوهات يا ناس، راني اللي عنده غير عام واحد فقط في الرافعات، اللي عنده غير عام واحد في الرافعات، ما تقارنش نفسك بمبتدئ، ما تقارنش نفسك بمبتدئ، واني متاكد واش راني نقول. انت اللي راك تقول راه عندي 12 سنه خبره، ايامك الاولى راك كنت كيما هذا الانسان اللي راه الان مبتدئ، متاكد هذه، ما تقوليش انا جيت نعرف كنت نعرف كل شيء. رانا كل يوم نتعلموا حاجه، والله غير كل يوم نتعلموا حاجه، كل يوم راني من حياني كان يوجد هنا في هذا جدول الحموله توجد اشياء لحد الان والله ما عرفتها، راه مش في هذه الصفحه، في واحد الصفحه اخرى وجدت واحد السهم، حاولت نفهمه ما فهمتوش، حاولت باش نفهم هذاك السهم ما فهمتوش. واش معناتها؟ معناتها راك مازال ما تعرفش، خاش ماكش ديما اقول لك ليس انت من اخترعت هذه الاله، راك انت انسان جعلت تربص والله علمك انسان، ولا مع مرور الوقت تعلمت، اصبحت تعرف هذه الاشياء، مرور الوقت تزيد تعلم.